تعيين 99 1999 99 اشتغلت 14 سنة مساعد سواق. مساعد ايوه. وبعد كده لغاية وقتنا خدت الترقية بتاعتي بعد 14 سنة. أيوة. لغاية دلوقتي انا سواق قطر، شغال على الطوالي. أيوة. بقالي سنتين على الطوالي. الطوالي اللي هو ايه الطوالي؟ اللي هو السفر. أيوة. ما بين القاهرة والمحافظات. والمحافظات بالصعيد ولا بحري؟ إبلي وبحري. إبلي وبحري. ممكن تقول لي القطر ده بالنسبة لك ايه؟ وانت تدخل كابينة القطر كده تتعامل معاه ازاي؟ بتبدأ يومك ازاي مع القطر؟ او رحلتك بتبدأها ازاي؟ رحلتي ببدأها الصبح اول ما بقوم من نومي. ايوه. وباخد بعضي وبطلع على شغلي. ايوه. اطلع من مكتبي. بعد ما بمضي بخش على الورشة استعد بجراري. جرار ده يعتبر بيتي لحد ما اوصل الرحلة من القاهرة لحد محطة وصولها. ايوه. بستعد فيه. من ميه لزيت لسولر لفرامل لمشتملات المعده كلها. أيوة. كجرار. ايوه. وبراجع عليه كله. كجرار قبل ما تتحرك من الورشه. بتروح قبل الرحله بقد ايه الورشه؟ يعني تسلم الجرار ده امتى؟ يعني لو رحلتك الساعه 6 الصبح مثلا. انا دلوقتي شغال في قطر بيقوم 6 الا ربع الصبح. ده كويس. انا شغال فيه حاليا دلوقتي عهده. كويس. واخده عهده. اكون في الورشه الساعه 3 الفجر. ثلاثة الفجر بكون في الورشة. استعد بالجرار عشان الحق اضم على قطري. على الستوك يعني. او على العربيات. العربيات ماشي. وارجع امر على العربيات. بتشوف العربيات. لازم اشوف العربيات واشوف الفرامل بتاعتها، اشوف عربية شغالة مش شغالة، بيبقى معايا الفني بتاع اللي هو بتشوف مسؤول. العربيات كلها بتشوفها. العربيات دي كلها. دي مسؤوليتك؟ مسؤوليتي طبعا. مسؤوليتك طبعا. لازم معايا المسؤول. اللي هو الفني المسؤول عن تركيب الفرامل او عن دايره الهواء او عن منظومه الرباط. معايا انا بشوف الحاجه اللي ما تصحش او ما تصلحش ببلغه بيها. بيعملها في ساعتها. حصل معاك انك مره لقيت خلل او لقيت مشاكل فنيه؟ كتير 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 كتير. وبنقشر بيها في الجرار ولا في العربيات؟ في الجرار وفي العربيات. والعربيات وبنقشر بيها. يعني لقيت مثلا في الجرار ايه اكتر حاجه؟ اخطر حاجه لقيتها يعني اكتر حاجه لقيتها في الجرار بان في ساعات الجرار فيه 6 مواتير. جر. في ساعات بيبقوا قافلين عنهم موتورين لاي خلل. لخلل معين. نعم. بيقفل موتورين، بيبقى معايا 4 مواتير. نعم. الاربع مواتير دول طبعا الجرار سرعته 120 كيلو. بيعمل بطاقه مسيرة على طول. بنقشر بيه. خوفا على تاخير القطار. نعم. يروح مسدد لي التاشيره المسؤول ان كان مهندس او فني بان بحالته. اتكل على الله. بحالته. بيقول لك كده. للسفريه لا مانع من سفريته بحالته، بنفس اللفظ كده، لا مانع من سفريته بحالته. ايوه. لعدم وجود قطع غيار كتعليمات السياد المسؤول. مين السياد المسؤول؟ ما رضاش يكتب، هي دي بس اللي يكتبها، او يكتب الرئاسه. معلومات الرئاسه. وتخرج بجرار في مشاكل لا قدر الله يتحرق يحصل ده مش قدر. مشكله مش بالنسبه لقفل الموتورين. مش مشكله الا في التاخيرات بس. التاخيرات بس. لهم. دلوقتي في الوقت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي حالا ده. اغلب جرارات السكه الحديد يعني ممكن اقول 70% 80% منها. مقفول منها الموتورين دول. فعشان كده بتتاخر. عشان كده بتتاخر المنظومه. ما بيمشيش في الوقت ما بيمشيش بالسرعه بتاعته. ما بيمشيش بالسرعه بتاعته. اقصى سرعه كام دلوقتي؟ هو المفروض 120 كيلو. بتمشي كام؟ احنا بنمشي 90 كيلو. 90. نهار ما يكون الجرار كويس معايا والاربع مواتير كويسين. بيمشي 100 كيلو. 100 كيلو. وده سبب التاخير الاساسي. ده سبب التاخير الاساسي. عشان ما عندكش قطع غيار. عشان ما عنديش قطع غيار. وانت سايق ممكن تشرح لي المفاجآت اللي ممكن تلاقيها؟ مفاجآت كتير بنلاقيها في السكة مثلا. مزلقان مفتوح. مزلقان مفتوح. عربية اقتحمت مزلقان، لأن طبعا أغلبية المزلقانات عندنا مش شواديف. ممكن تشيلها. طبعا بتشيل العربية. ما هقف ازاي طيب؟ تقف ازاي؟ أنا ببقى ماشي مثلا سرعة 100 كيلو. وأفوجئ بدي قدامي. هقف ازاي؟ ما تقدرش. ما تقدرش. فيش أي وسيلة. ما فيش أي وسيلة. خلاص. ممكن تقف على مسافة قد إيه؟ يعني في حدث قدامك، في قطر قدامك واقف، ممكن قد ايه
ومن غير ما حد يبقى تنتبه انه في قطر اقدر امنع حادثه وما اصطدمش بيه على نفس الخط بتاعك بالظبط. 1600 متر 1600 متر عشان كده هو حط السيمافورات. أيوة. كل السيمافور ما بين السيمافور والسيمافور 800 متر عشان لما يجي يحذرني اخضر مقطع اصفر احمر 1600 متر اقف عند النقطه الحمراء دي من سرعه ال 100 كيلو من عند الاخضر مقطع لحد ما اقف عند الاحمر دوت كده يبقى زيرو يعني واقف خالص. تاخدها في قد ايه دي؟ في قد ايه؟ المسافه دي عشان المسافه دي كلها مش هتكمل دقيقتين. دقيقتين ما تكملش. ودي ممكن تمنع كارثه. تمنع كارثه زي بتاعت اسكندريه. تمنع. ايه الخطا في بتاعت اسكندريه؟ ايه الخطا من وجهه نظرك؟ ايه اللي حصل؟ منظومه الاشارات في المنطقه دي مش شغاله كويس. مش شغاله بطبيعتها. حضرتك مشيت على الخط ده؟ انا كنت قبل الحادثه بساعه معدي من قبلها بساعه بالظبط. بساعه انا شغال على قطر مطروح. قمت 6 الا ربع. كنت في المنطقه دي بالظبط حوالي 9 الا ربع. ومعدي من المنطقه دي الساعه 9 الا ربع. دخلت محرم بالساعه 9. بعدها بساعتين سمعت الحادثه. فعديت من المنطقه دي يومها. منظومه الاشارات بايظه. انا بطلع من محطه البيضه. السيمافورين بيديني اخضر مقطع. السيمافورين. وبعدين بمشي مسافه على ما قابل سيمافور واحد بيديني اصفر. عشان وراه مزلقان. وبعد كده اخش على وسط خرشد اللي هو السيمافور. اول سيمافور غير اوتوماتيك. في خرشد. في خرشد. نعم. فالمنطقه دي بتقول الاشارات فيها بايظه. ده السبب الحادثه. وبقى لها فتره مش من دلوقتي، دي بقى لها فتره كبيره من قبل الثوره تقريبا. من قبل 25 يناير؟ من قبل 25 يناير. والاشارات بايظه؟ وبتمشي عليها وهي بايظه؟ ما هي ما انا بسال حضرتك عشان اسال. السكه الحديد كلها، السكه الحديد كلها ماشيه كده. لان مفيش قطع غيار. مش الاشارات بس اللي ما فيهاش قطع غيار، او الجرارات بس اللي ما فيهاش قطع غيار. لسه الوزير بيقول لنا المنظومه دي اهم حاجه بيعملها هيعملها دلوقتي. قطع غيار نهائي. مفيش. مفيش. لازم تبقى وان كان في مهندس موجود. السيمافور ده اوتوماتيك. السيمافورات اللي ما بين المحطتين هم اللي اوتوماتيك. هم اللي اوتوماتيك. انما اللي داخل المحطه دول غير اوتوماتيك، دول بيتحكم فيهم ملاحظ البرج او مراقب البرج. المواطن او البشر، العامل البشري. العامل البشري. هو اللي هم اربع سيمافورات. اربع سيمافور. اثنين تبع البرج. الاربعه تبع البرج. الاربعه برج. انما العدد اللي ما بين المحطتين دول اللي الاوتوماتيك. طيب انا معلش بحاول اخد تفاصيل. ده كلام اسئلتك رائعه على فكره، لان انت بتكشف للراي العام حاجات مهمه معا. جدا. أيوه. جدا. انا معاك. ما انا عشان كده عايز الاول وبعدين ندخل تقدروا نكون رؤيه شويه. كده بقول اللي تعبنا كلنا. دي رؤيه فنيه لازم تبقى موجوده معانا. كسائق كلكم بتشتكوا من ده. كلنا، ما فيش واحد ما بيشتكيش من ده. ومعرض ان ممكن حادثه تحصل تاني. معرض. طبعا طبعا. خط الصعيد نفس الحكاية؟ خط الصعيد نفس الحكاية، بس في خط الصعيد ميكانيكا. السيمافور ميكانيكا مش ضوئي. اشرح لنا معلش، أنا عايز إيه حاجات البسيطة. السيمافور الميكانيكا دي. السيمافور الميكانيكا ده عبارة عن ريشة بتتفتح بدرجة 45 درجة مع القايم بتاع السيمافور بتفتح 45 درجة. ده كده السيمافور فاتح. لو عدل أيوه 90 درجة كده قافل. في أربع سيمافورات برضو. وطب وأنت تشوفها إزاي وتعرفها منين؟ مع حضرتك أهو ما بقول لحضرتك في سيمافور مسافة. سيمافور المسافة ده لونه أصفر. دوت أنا ببقى داخل عليه بلمحه من بعيد. لو هو نزل 45 كده هو فاتح، المحطة كلها فاتحة. المحطة كلها فاتحة ومعايا تصريح للمحطة الأمامية. فتمشي بسرعتك. بمشي بسرعتي، بمر على المحطة مطمن. بسرعتي طالما المحطة سرعتها السرعة القانونية اللي هي 120 كيلو. أيوه. يبقى بعدي عليها. إلا إذا كانت المحطة فيها تهدية. مثلا في شغل معين او في تحاويل فيها بايظة او في مفاتيح فيها بايظة. دي تعرفها ازاي انه فيها تهدية؟ حضرتك ديت يا بيديني امر. خلي بالك في المحطة الفلانية. في امر. امر. امر 67 ده تحذيري. ده في اللائحة العامة لتشغيل السكة الحديد. نعم. امر 67 بيديهوني بيقول لي خلي بالك المحطة الفلانية فيها سرعة، فيها تهدية سرعة كذا. ببقى انا ملتزم بيه. سيمافور المسافه ده بيبقى قافل.
بخش عليها بالسرعه اللي هو قال لي عليه. اه وببقى مستعد 50 60 كيلو. لا ببقى مستعد السرعه اللي انا اتراءى بيها ان ابقى مستعد لوقوفي على السيمافور اللي هو هيبقى قافل اللي هو لونه احمر. اه ماشي بالراحه بطيء كده. ببقى ماشي بطيء لحد ما لحد ما بشوف الوسط ده فاتح اديني ماشي. اشوف اللي بعده ايام الرصيف برضه فاتح اديني ماشي. لحد اللي بعده اللي هو الايام الامامي اللي هو مديني التصريح ده بقى اخر سيمافور في المحطه ده. بيديني تصريح ان طريقي كله سالك لحد المحطه الاماميه اللي بعديك المحطه اللي بعدها كده. باخد سرعتي تاني وبمشي بعد ما بعدي التهديه بتاعتي. قول لي عندك جهاز اسمه الاي تي سي، ايه ده الجهاز ده؟ ايه هو الجهاز ده؟ الجهاز ده ده جهاز تحكمي وارشادي. ايوه بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ ده بينقل لي حالة السيمافور اللي قدامي. بينقل لي حالة السيمافور اللي قدامي. كويس. ماشي؟ ايوه. السيمافور دوت لو مديني اخضر ثابت. بيعدي من عليه بحاجة اسمها ملف حث ثابت. ده ملف حث متحرك وملف حث ثابت. نعم. ملف الحث الثابت ده راكب تحت السيمافور. ملف الحث المتحرك ده في الجرار. أول ما بعدي الاثنين على بعض. بيدي إشارة معينة بيترجمها لي الجهاز. بالسرعه اللي انا همشي عليها. اخضر ثابت 120 كيلو. اخضر مقطع 110. اصفر 60